جمال عزيومو عضو تنسيقيه الجهوي لجهه سوس مساء لمنظمي الحفلات والتظاهرات والمناسبات. احنا اليوم هنا في ساحه الامل يعني باش ندشنوا واحد المعركه نضاليه اللي اليوم فتحنا اولى الحلقات ديالها في ساحه الامل، وان شاء الله غادي نخوضوا نضالات اخرى ان شاء الله في هذا الشهر هذا حتى الى حين تحقيق المطالب اللي هي مشروعه، المطالب اللي كتعبر على الحق في العيش الكريم، وكما كيقولوا يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. احنا كما جميع المغاربه تلبينا يعني لبينا نداء ديال الدوله والتزمنا بالبيوت ديالنا، لكن مباشره بعد الاجتماع العاشر ديال لجنه اليقظه اللي كنا كنتمناو انه يكون يعني في صالح هذه الشريحه العريضه اللي ربما كتشكل اكثر من 80% الناس المشتغلين في هذا القطاع، فاذا به لجنه اليقظه كتخرج بقرار ديال التعويض ديال المستخدمين، وللاسف المستخدمين ديال واحد الفئه معينه واحد الشريحه اللي هي ربما استفدت في هذه الجائحه، وما هذه الجائحه ما شكلتش لها شي ضرر كبير. احنا مجموعه ديال المهنيين الحرفيين اليوم اللي جينا باش نبيو نداء ديال الكرامه ووقفه للكرامه ووقفه للعيش الكريم باش ندوب هذه القرارات هذو، وكنطالبوا من الحكومه وكذلك من لجنه اليقظه الاقتصاديه باش تعيد النظر مع الناس اللي كتحاور معاهم، خصوصا انهم كيمثلوا كما قلنا واحد الشريحه، وتم اقصاء واحد الشريحه اللي هي عريضه وعريضه جدا. اليوم الناس اللي ما لقاتش ما تاكل، كاينين الناس اللي اليوم يعني جاهم قرارات احكام ديال الافراغ باش يفرغوا يعني المحلات ديالهم اللي سواء اللي كيخدموا فيها ولا اللي كيسكنوا فيها، الناس على حافه الافلاس، الناس اللي قريب غادي تخرج للتسول لانه ما لقاتش ما ديرش. احنا كما قلنا اليوم في اولى الحلقات ديال هذه المعركه النضاليه، وغادي نستمروا ان شاء الله الى حين تحقيق ان شاء الله المطالب ديال هذه الفئه ان شاء الله. معكم الكفه الوجديه صوفيا. احنا هنايا في ساحه الامل اليوم باش نوصلوا الصوت ديالنا، لان احنا قطاع الحفلات بصفه عامه كنعانيو بزاف 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 في هذه الازمه ديال كورونا. ما خدمناش ما من شهر ثلاثة وحنايا متوقفين على العمل. الناس وصلت فيهم العظم بزاف بزاف، يعني ما بقاش مازال فين غادي نزيدو، مازال نصبروا صافي، راه وصلت فينا العظم. الناس كاريين وعندنا كريديات وعندنا وليدات وعندنا مصاريف وعندنا مسؤوليه كبيره، وبغينا شي حل، بغينا نخدموا باش نخدموا ان شاء الله. قطاع الحفلات كله دابا راه يحتضر، راه في واحد الحاله حرجه احنا وصلنا ليها بزاف. معكم النقافه امان من مدينه التشيره اكادير، نقافه متضرره كباقي النقافات ديال مدينه اكادير وديال المغرب كامل. احنا نقافه تضررنا بزاف، دفعنا للدعم ورفضوا لنا الملفات ديالنا، درنا معاهم جميع المحاولات باءت بالفشل، ودابا كنسمعوا بالدعم كاين، ولكن الناس اللي غادي يستافدوا منه الناس اللي كبار اللي عندهم لي روجيستر كوميرس هما اللي غيستافدوا منه، وحنا كطبقه متوسطه ما نستافدوش. علاش؟ حنا خدامين مع هذا الوطن، حنا مع الملك ومع الحكومه ومع كل شيء، ولكن خصهم ينظروا لينا حتى حنايا، واخا حنا طبقه متوسطه حنا اللي خصهم ينظروا لينا، لان حنا متضررين، فقدنا المشاريع ديالنا، فقدنا المحلات ديالنا اللي كاريين، غرقنا في الايطاري، غرقنا في الشيكات، غرقنا في الكريديات، ما عندنا حتى شي حل. كنطالبوا من الدوله كيف ما حنا درنا وقفه احتجاجيه سلميه، كيف ما كتشوفوا دير معنا حتى حنا شي حل سلمي وجذري. راه الناس كتموت، راه الناس كتعاني، راه الناس ما لقاوش باش يشريوا الدواء، راه الناس ما لقاوش باش يخلصوا الكرا، الناس ما لقاوش باش يخلصوا الشيكات اللي كيتسالوهم، راه الاغلبيه غادي تدخل الحبس، راه غتسالي كورونا الاغلبيه غيدخلوا للحبس. كم سنه مغرب، سيده مغربيه وعايشه في اكادير، والحمد لله نفتخر باكادير وبلادنا وبكلشي. احنا اللي جايين اليوم دايرين هذه الوقفه احتجاجيه، علاش؟ جايين الناس ما طالبين لكم لا دعم لا حتى شي حاجه، طالبين لكم غير يخدموا. عندهم ماتريال جديد شارينو بالكريديات بالشيكات، وهاد الناس حنا كنعيشوا معاهم، ما نكذبوش. انا عامله بالقطاع السياحي، ولكن السميك ما كيعيشنيش، وكنجي نتعاون مع هاد الناس نخدم معاهم وتعاونوني على
الناس ديال الزمان كلهم كمساعده، انا خدامه معاهم كاملين كنعرفهم من واحد لواحد، كلهم ساكن دابا يعيد كانوا بكرامتهم البارح واليوم ولاو كيطلبوا باش يعيشوا، لان مالي المحلات سدوا عليهم جراو عليهم، ولاو كيبيعوا الماتريال ديالهم بابخس الاثمنه، ولاو واحد مريض خصو يجمعوا ليه ب 10 دراهم باش يداويوه، ملي الشعب كيعاون الشعب والشعب هو اللي كيسير امور الشعب، ما داعي للوزراء والبرلمانيين؟ هذا هو السؤال ديال اليوم، ما هو دور الوزراء؟ عندنا الحمد لله في هذه البلاد اش الدور ديالهم؟ قولوا لي هاد 77 ولا شحال من برلماني شنو الدور ديالو؟ علاش كيتخلص؟ علاش كيبقى ليه واحد التقاعد ليه هو الريع اللي حنا كنعرفوا انه كياكل لينا من الاكبات ديالنا؟ لاننا كنضربوا تماره في الطومينات ديالنا وما كيشيط لينا حتى 40000 ريال صحيحه في الهندريت، اللي شد 20000 ريال ما يقولها لحد، ونهار كتهضروا كتقالوا لنا راه كورونا حيت الشعب ما واعيش، والشعب اوعى من اي حد، في الحجر الصحي احترمه، قلتوا ما تخرجوش ما خرجناش، ما تخدموش ما خدمناش، ولكن باش تفتح لي البحار والشواطئ وتفتح المدارس وتفتح شحال اسواق والعيد الكبير، راه شفتوا شو وقع في العيد الكبير بلا ما نضحكوا على بعضياتنا، وتجي حتى الاعراس وتقول لهم لا الاعراس وسي العثماني ملي كتقول هذاك انا بغيت انا بغيت دابا هو يكون قدامي انا رئيس الحكومه، وكيفاش كتعطي قرار اللي فيه واحد الحياه ديال الاف البشر ببرود وكتمشي تنعس زعما تيوس وكادير تكيت وتشكرت وكادير ولا كاين المغرب ولا كاين المدينه، اقسم بالله العلي العظيم الى الشعب كله سائمة من الاحزاب والبرلمانيين وحتى الوزاره، راه شفنا الوقفات ديال الناس ديال السياحه اربع شهور عايشين بلا والو على دعم كيطلبوا دعم، البارح كانوا سفراء المغرب واليوم متسولين المغرب، راه بزاف هذا الشيء، راه اليوم كتشوفوا وقفات وسلميه احتجاجيه، غدا غنشوفوا حوايج اخرين وعقلاش كنقول المغاربه والناس ولا اللي كيسمع عقل، راه هذا الشيء غادي كيتفاقم، لان واحد كيمشي كيلقى ولده كيبكي ما كيبان ليه لا وزير لا مسؤول لا حتى شي حد، ما كيبان ليه حتى واحد اللي كان ما كيمعز لك من ولادك، ما كاينش معز لك من ولادك واللي جا وقف لك في رزق ولادك بالحقره والظلم، وهما كياخذوا الملايير لبرا والفلوس برا وشريوا الفيلات الطوموبيلات وهرشاوي وما نهضروش وزيد وزيد، نهار نشوفوا الوزير يحاكم تحت القبه ديال المحكمه غنعرفوا حنا دابا بلد ديمقراطي، نهار نشوفوا الوزراء يحاسبون على المسيره ديال 50 شنو ضاف للمنطقه ديالو وما يدير والو يدخل الحبس، غنكونوا بلد ديمقراطي وحنا الاولين اللي غادي نحترموكم وبشغون هذيك الساعه، واللي حاسبوهم هما الاولين لانهم هما الشفاره الكبار وهما النصابه الكبار وهما اللي غيخربوا المغرب، وعقلوا ما حد هاد الشفاره شادين غتخرب المغرب غيتخرب المغرب، لان ما بقاش الامل، واياكم نشوفوا شي حزب 2021 اياكم نشوفوا شي واحد يلبس الكرافطة ويجي يدور يقول تغيير، راه ما كاين لا تغيير لا والو، جيبوا شعار راه انا بدلها كل شويه صافي، ما تجيبوش شعارات تضحكوا علينا، السلام عليكم وتحياتي للصحافه والجسم الاعلامي، وكنتمنى ما تحيد حتى كلمه من كلامي. سميره نكافه من تشيره اكادير، جيت اليوم شاركت في هذه الوقفه التضامنيه باش نطالبوا بالحقوق ديالنا المشروعه، الله يرحم الوالدين، كنشجوا الحكومه كنشدو السي العثماني الله يرحم الوالدين لما التفت لينا، تلقوا صراحنا الله يرحم الوالدين نخدمو، وما بغيناش الدعم ما بغيناش الدعم، واسيدي سمحنا لكم في الدعم، واتلقونا غير نخدمو واتلقونا غير نخدمو ننيوكم فروسنا الله يرحم بها الوالدين، واسيدنا واسيدنا الله يرحم الوالدين لما شوف ما شوف من حالة هذا القطاع، راه صافي راه وصلت فينا العظم، راه ما رضيناش نخرجوا ما رضيناش نخرجوا نديروا هاد الوقفه، راه وصلت فينا العظم الله يرحم الوالدين لما التفتوا لينا التفتوا لينا وشوفوا من حالتنا راه شبعنا كريديات ورانا ما قدرناش نتشكاو ما قدرناش نطلبوا، راه لا اله الا المغرب داك الشيء اللي فيه يكفيه بركه، حنا بغينا غير نخدموا كنطلبوا غير حق من الحقوق ديالنا، بغينا نخدموا بغينا غير نطلقوا صراحنا، السي العثماني الله يرحم بها الوالدين الله يرحم بها الوالدين، هذيك ساول حس الشحيد السي العثماني رزمح الله يرحم الوالدين، السي العثماني هانت لكم كيك نحيخص هانو نرضى نفوق نفوق تماس نغيد نسكر الوقفه يا ونرضى السي العثماني، نرى كنخدم نرى نفكوا يقويان حنفكوا داروان لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،